لو الحكاية فيها إن فيجو. احنا بنرحب بحضرتك. اهلا بك. عايزين بقى نبتدي يعني تحكي لنا قصتك مع الجائزة العالمية اللي حضرتك خدتها في البداية. قول لنا ايه قصة الجائزة وازاي يعني نمت ليك لديك هواية حفظ الآليات لما وصلت الجائزة العالمية؟ اوكي، انا حبيت الحاجات دي، يعني المجال الخداع ده، وانا عندي 3 سنين لما شفت ساحر في عيد ميلادي قاعد يعمل بقى يطلع حمام ومناديل وكوينات وحاجات، انبهرت طبعا زي طفل كان في عيد ميلادي وانا 3 سنين بس. ف طبعا كطفل صغير مفيش مكان او حته اقدر اتعلم منها، ما كانش في انترنت او يوتيوب او حاجات دي تقدر تسورس يعني تدور على معلومات. فقعدت فتره كبيره طبعا مش عارف اتعلم حاجه الا ما الاقي مثلا حد يعلمني حركه او اشوف حد بيعمل حاجه خليه يعلمها لي بالعافيه. بس وصلت وانا 13 سنه شفت واحد ساحر عالمي اسمه ديفيد بلين، ده بقى عمل حاجه اسمها سحر الشوارع. لو ينزل مع ناس في الشارع ما يعرفهمش يخليهم بقى يخافوا منه وينبهروا ويبسطوا ويعيطوا، يعني يقعد يغير في الايموشنز بتاعتهم. ده شفته على اليوتيوب ساعتها، كان ساعتها بقى اليوتيوب بقى والتلفزيون وكده. فانا بقى ما صدقتش نفسي، قلت ايه ده، لا الحاجات دي في حاجات انا كنت عارف ازاي بتتعمل، حاجات بسيطه خدها بطريقه يعني مبهره جدا. فعجبتني الفكره فقلت لا خلاص لازم اتعلم. فاتعلم ازاي، دخلت على الانترنت قعدت ادور ماجيك تريكس مثلا او خدع سحريه ازاي، لقيت ان في مواقع بتعلم الحاجات دي. يعني مثلا انا مثلا الفت حركه، حضرتك الفت حركه، حضرتك الفت حركه، بنبيع الحركات بتاعتنا دي للماجيشنز تانيين، من ضمنهم بقى اللي بيتعلموا الناس هم العالمين دول. فقعدت برضو ادور تاني كده، لقيت بقى في مؤسسات وجوائز وحاجات معروفه يعني. قعدت فتره كده بدات الف حركات بقى واجيب كتب من النت واتعلم وكده. لقيت مره واحده مكالمه جات لي الساعه 4 الفجر شهر في سنه 2012 تقريبا 2012، قالوا لي انا رئيس مؤسسه اي ام اس اللي هي اكبر مؤسسه في العالم، فيها ديفيد كوبرفيلد، كريس انجل، بانتلر، سيف دروي، كل الناس اللي بنسمع عنهم. كلمني قال لي انا جاي مصر وعايز اشوفك وعايزك تبقى معانا في المؤسسه. هي طبعا المؤسسه دي ممكن اي حد يخش عليها على الانترنت، اسمها كلوب عادي زي نادي اي نادي، بتقدم بتدفع $50 و50 دولار ثانيه عشان تيجي لك الشهاده من بره انت تبقى عضو فيها، يعني $100. فلو حد حابب الحوار ده ممكن تخش على الانترنت اسمها imsmagic.com، تخش تتعلم مش تتعلم، تخش يعني المؤسسه. ففكره فعلا هي جت لي من رئيس المؤسسه في دي، كانت بالنسبه لي حاجه اللي هو ايه ده، هو طب عارفني ازاي مش عارف ايه. المهم عرفت اللي هو عارفني بطريقه معينه يعني، فانبهرت من خلال كذا حد. فبعد كده عادي تابعوني وانا قعدت ابعت فيديوهات ليا، وفي طبعا مسابقات بيعملوها بره في بنك وكده، بس انا بالنسبه لي عشان اقدر اسافر بره دي كانت صعبه شويه عشان كنت صغير. فقعدت ابعت فيديوهات وابتدي الف من الحاجات بتاعتي وعملت عرض حلو كامل بتاعي. بعد ما بعته دخل ده في مسابقه من ضمن المسابقات اللي بتاع الفيديوهات، وانا خدت جائزه ليا كافضل فنان خدع مصري في مصر اسمها ميلين اوورد 2014. بعد كده بعد سنه بعديها برده عملت عرض مختلف خالص ما حدش عمله قبل كده، واخدت جائزه برده سنه 2015. بس ومن هنا دلوقتي بقى ابتدي الف حاجات بقى للماجيشنز في مصر وماجيشنز برضو بره مصر يعني. مصطفى انت بتقول ان علاقتك بالسحر بدات وانت كان عمرك 3 سنين، طب متعرف عليه ان السحر تحديدا عباره عن محاكاه، يعني اللي هو الممارسه، انت بتقول اتعلمت من خلال فيديوهات، فبالتالي لما تيجي تعمل حركه خداع بصري لازم يكون عندك الاليه اللي حد يقول لك اعملها بالطريقه دي. صح، ما هيش يعني لازم تكون حاجه مكتسبه من الجيل مش مكتسبه منك انت. صح ده حقيقي. بص يعني مثلا هقول لك، يعني مثلا في الفيديوهات اللي كنت بتعلم منها، بص انا اتعلمت اكتر من كتب، الكتب فادتني اكتر من فيديوهات، عشان فيديوهات اي حد على اليوتيوب ممكن يعمل اي فيديو اي حركه يعلمها، بس مش هتلاقيه محترف، ممكن تلاقيه محترف خلاص بقى انا هتتعلم طريقته او طريقه الاداء بتاعه، فمش تبقى برضه واخد مش قاري الباك جراوند بتاع الخدع نفسها، مين اللي الفها، مين اللي بداها، جت من فكره من مين، كل الحاجات دي مكتوبه في الكتب. الورق الكوتشينر بيكون يعني مخفي. اوكي. وبتعرف الرقم يعني. ما انا اقول لك بص في كذا طريقه يعني، انت مثلا في الفيديوهات او في الكتب بيعلمك، يقول لك بس امسك الكوتشينر بايدك اليمين مثلا، بعد كده اقسم، دي حركه اسمها جامبلز جريب مثلا، ماسكه دي، ممكن دي مثلا اسمها دريبل، يعني بيقعد يشرح لك كل حاجه بتتعمل ازاي، فانت بتتعلم الحاجات الاساسيات دي كلها، وتبدا تتالف بقى الايه الافكار، عشان السحر كله عباره عن حاجات بسيطه، هي بس الاداء بتاعك هو اللي بيصعبها للناس، يعني ممكن بتكلم معاك ادخلك في دوامه كده واخليك تخش في حته ثانيه، تفتكر يعني ممكن حركه اصلا بسيطه جدا وامسك كارت في ايدي انت مش واخد بالك، واتكلم معاك وانا كارت في ايدي بس انت مش واخد بالك، فاهم؟ اقعد اتكلم معاك بقى مش عارف ايه وبتاع، ابقى على طبيعتي، فاهم؟ بس وانت مش واخد بالك مثلا الكارت في ايدي، هي دي الفكره بسبب بالاداء بتاعك. طب مصطفى معلش انا اسف خلينا نوصل للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه ان حضرتك بتقول انك اتعلمت كان عايز تتعلم، يعني هل ده معناه انك انت الطفل الذكي هو القادر على اكتساب مهاره السحر دي او الخدع البصري؟ بص هو اي حد ممكن يتعلم الخدع، بس انت لو حاببها، انت لو عندك الباشن
حبك لل بص اي حد ممكن اي حد ممكن يغني بس مش اي حد بس صوته حلو فاهم يعني ممكن تغني ممكن اغني ممكن نمس ممكن اي حد يمس هي مهاره طالما انت نميتها من نفسك وقعدت تدرب عليها هتكتسبها يعني فهتبقى كويس فيها. طب هي خدعه ولا سحر؟ بص احنا بنقول عليها سحر عشان السحر بص سحر بالانجليزي ماجيك ماجيك معناها حاجه اميزنج او وندرفل حاجه غير مش طبيعي يعني مش طبيعيه عشان احنا دايما بنشوف حاجه على سطحها مش بنخش نتعمق في الحاجات نفسها. ففي العربي لو اخذنا كلمه ماجيك ترجمناها للعربي هتبقى سحر. سحر عندنا ليها معنيين يا سحر عفريت وشعوذه ودجل ومش عارف ايه يا اما السحر اللي اقول لك ده السحر اللي هو بتاع العيد ميلاد اللي هو لابس طاقيه وبرنيطه والارنب وكده. فده مهما عندنا فكرتين دول. انت بتتحدث عن الخداع البصري والخداع العقلي. اوكي. لو بتفرق لي بس بينهم. الخداع البصري اللي هو مثلا اوريك حاجه اعمل لكم حاجه دلوقتي برضو ليكم عشان تبقوا فاهمين انا بعمل ايه. دي خدعه بصريه. اوكي دي خدعه بصريه. بص خليه ينط من هنا لهنا. لو عملت كده هتلاقيه نط من هنا لهنا. ازاي؟ هي خدعه بصريه هو منطش هو في مكانه. صحيح. هو خدت في النص. مثلا بدلت صباعي كده كده. مع الحركه دي بيبان كانه نط من هنا لهنا. بص ركز هتلاقيه نط من هنا لهنا لو عملت كده. شوف ازاي عشان انت مركز على الخاتم. صحيح. مش مركز على 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 انهي صباع هو فين؟ في انهي صباع؟ انت مركز في صباع وفي صباع. بدلت صباع ده بده. وانا بحركه بوصل من بوينت A لبوينت B او من ألف لب وانا بوصل البوينت ببدل وارجع تاني. مع الحركه بتبانك انها ايه؟ بدلت. فدي خدعه بصريه. خدعه عقليه اللي هو مثلا ايه؟ نفس الفكره برضه بس بطريقه اللغه. يعني مثلا اقول لك ايه؟ ارسم رسمه مثلا وبطريقه بادي لانجوج او قريه الجسد اعرف انت فكرت في ايه؟ او بطريقه ثانيه مثلا ممكن افيدك المعلومه احط لك المعلومه فيك وانت مش واخد بالك. وانا بركز معاك اقعد اتكلم معاك مثلا انت خدت بالك من شويه عملت لك حركه ايه؟ قلت لي خمسه قلب ازاي عرفت ان هي قلب؟ عشان انا بتكلم معاك عملت لك كده وانا بتكلم معاك. في تعقلك الباطن نقى كلمه اخدت بالك عملت كده؟ ايوه انا مركز فاهم عملت لك انت شغال عملت كده في اللحظه اقول لك فكر في اي شكل في تعقلك اما عملت لك كده انت استوعبت عقلك بس العقل قلب في عقلك مش كده قلت لي قلب قلت لك وانا سبوكسه حتى اديتك اوفر يعني اديتك فرصه انت تنقي فاهم؟ صحيح تشانس تنقي العلامه بتاعت لا لا قلب بس طيب قراءه الافكار بقى يعني برضه حضرتك بص الافكار هي بتعتمد على كذا حاجه 90% بتبقى علم نفس اوكي بما انا عارف المجتمع بتاعنا مثلا او علم اللي هو مجتمع نفسه اللي هو السوسيو انفايرمنت مثلا او سوسيو كلتشر او وات ايفر يعني انت قاعد مثلا انا عارف مثلا الناس في مصر هنا هتنقي مثلا ايه اللون ده مثلا بره هنا او مثلا يعني مثلا هنا مثلا في مصر قلت لك نقي فكر في اي خضار بسرعه اي فاكهه او خضار لو قلت لك فاكهه بعد كده قلت لك جبنه خضار وراها هتفكر انت غصب عنك يا خياره يا طماطمايه ما هي طماطمايه فاكهه مش خضار بره قلت لك فكر في اي فيجيتابلز بره هتقول لي ايه كارت ده في يوروب امريكا قلت لك برضه هتلاقي بروكلي مثلا حاجه فكل بلد ليها كلتشر فانا بجمع في مصر هنا ايه اللي بنستعمله او بنقوله دايما واستعملها فاهم مصلحه مصطفى التفاف الاطفال تحديدا حوالين الساحر ثقافه ان الطفل من السهل انه يضحك عليه يعني بص هو الطفل اذكى من يعني الاطفال دايما بيبقوا اذكى من الكبار عشان لسه الصغيرين يعني ما شافوش حاجات يعني لعب وانا بس اقول لك لا العكس هو في صغير يعني لا بالعكس الصغيرين مثلا يقول لك ايه دايما بيبقى مركز مثلا انا عارف ان انت عملتها فاهم ممكن اقول لك اي حاجه بس تلاقي نفسك قالها صح يعني بالعكس احنا كبار دايما ايه بنخش في حاجه عشان عقلنا بتتطور اكتر فبنقعد نخش في حتت اصعب مع ان اصعب حاجه ابسط من انت ممكن تتخيل فاهم يعني الطفل ممكن يقفشك اكتر ممكن يجبرك من الاطفال اكتر انا جمهوري للاطفال لا بالعكس انا جمهوري للكبار اكتر انا جمهوري من 14 سنه لطالع انا ما بتعملش مع اطفال خالص يعني اطفال ممكن اعمل حاجه بسيطه فاهم بس انا كحاجات العقليه والحاجات اللي انا بعملها دي محتاج من 14 سنه لطالع